أغيث مروان يعزم نارين بيوتي إلى حفلة خطوبته، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام اليوتيوبر أغيث مروان بالأمس بنشر ستوريات لخطيبته سارة الورع وهي تجلس بجانب زوجة خال نارين بيوتي شاهد، وأيضا التقطت سارة الورع خطيبة أغيث ستوريات بجانب يارا عزيز التي كانت تجلس بجانب عائلة البيوتي، مما جعل المتابعين يتوقعون أن أغيث مروان سيعزم نارين بيوتي على حفل خطوبته المتوقع أنه يجهز لها في هذه الفترة، حيث أكد أغيث مروان في مقابلته مع إي تي بالعربي أن الحفلة الخطوبة ستكون إما قبل حفلة رأس السنة أو بعدها، وسيعزم عليها أغلب المشاهير دبي. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ But I know it's not true. I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood. But then